مش كاتب بيه على السلسلة يطلع وينزل داكد هي لوحة لفنان، وفي الداخل ربما يكون هناك صفحة تقدم معرضة للفن. الفن التشكيلي كان يعني نوع من الاهتمام الشخصي لإحسان عبد القدوس، لأنه كان يريد أن يرتقي بالذوق العام، كان يريد أن يجعل الإنسان المصري يتذوق الفن ويسعد به. من هنا الحقيقة تذكرت هذا وأنا قادم إلى هذه الذكرى، لكي أقول أن إحسان عبد القدوس الذي رعانا ونحن شباب وأخذ بخطواتنا لكي نقف إلى جواره وأن نكون من أبناء روزا اليوسف الذين يستطيعون أن يقودوا خطواتها في رعاية الشعب وفي خدمة الأمة، إن إحسان عبد القدوس وضع الخطوة الأولى في أن تكون روزا اليوسف دائما مقرا وملاذا لكل صاحب حق ولكل مدافع عن ظلم ولكل إنسان يستطيع أن يسير في الحياة في كل قوة دفاعا عن الحق والخير والجمال. وفقكم جميعا الله. فأنا مدينة بالمشوار الطويل ده للكاتب الراحل العظيم الأديب أستاذ إحسان عبد القدوس، هو اللي اختار لي كل الموضوعات اللي أنا عملتها واللي عملت النجاح الكبير اللي أنا شفته من رواياته اللي أنا خدتها منه. في ملحوظة برضو تانية من نصايحه اللي هاي أحب أقولها لكم، يمكن أول مرة أحاولها لكم لأن أنا حطيتها في ذهني عايزة أقولها لكم. هو مرة كان نازل لي فيلم، فالأفيشات لما بتتعمل أنا خدت رأيه بالتليفون، قلت له إيه رأيك نعمل كل أفيش بشكل مختلف؟ قال لي اوعي. قلت له ليه؟ قال لي خلي الأفيش ينطبع في ذهن اللي ماشي في الشارع ورايح وجاي ده، خلي الأفيش واحد ينطبع في ذهن المشاهد علشان ما تغيريش ما تعمليش. فدي من النصايح اللي أنا عملت بيها واللي كنت حريصة عليها، دي حاجة أول مرة أقولها من ضمن حاجات كتير ونصايح كتير، بس دي أول مرة أنا لوحدي أقولها. وهو في الجنة وكان دايما لما يعمل عمل يدعو فريق الامل العشاء في بيته كان هو زاد محمد واحد من الناس يعرفه بيه كانوا اصدقاء سعوديين. على عناصر